ما حاجتش حتى طلب حاجتنا اخويا الا بالكياس، راك حنا الكياس وقهوه بس غيرتني يجيب شويه قرش لي حفايه يعني في الطين كذا توتي مريض ولا حاجه اللي يصير فيه معنيش لا حاجه بلاو ولا حاجه بخدمه ولا حاجه بحد شيء. مشكلتنا مشكله نحن هنا في الطرقات في الفلاحه في غلاء المعيشه في كل شيء، خاصه كما نقولوا فيها في غياب ماده المنيفه هي كذي خاصه ذي في الفلاحة. خاصه بالنسبه لينا نخدم فلاحه المونيتر هذه ما من عام الاول ما شفتوش من هنا ما شفتوش يدور لهنا. شفت بالنسبه مشيت للنظور هذه تابع تابع الزغوير، مشيت للسبيخ مفيده ما تماش هذا باش منهم واحد سيدي انسان يبيع له يبيع فيه مرشن ورق. مرشن ورق قديش الشكاره؟ الشكاره وصلت ب 57000 حتى ل 70000 شكارة المونيتر اللي هي من الماكسيموم ناخذ فيها ب 36 35 33 دينار. طريق تصب مطر نحس كان مش جيت تخرج فرض درتك تحبس، كان مش جيت تخرج مريض تحت الله العظيم. ساعات ما نطلب من جيراني كما نقولوا فيها تراكتور باش يخرج لي طرح، ساعات تلقى ولد الحلال وساعات يبقى يخزر خضرته قدامه ضيع قدامه. خاصة عندنا مشكلتنا نحن في الشتاء نزرع جلبان، الجلبان اللي فوت نهار رابح سيب والله الله يرحم والدين العباد. نقسم بالله نقسم بالله دورة 400 متر وكركر فيها التراكتور واش تعرف كهربته. الوضعية بتاعنا ما محتاجين في الثفثنا أولا الصينية فهمتني شيء يخدموه شيء ما يخدموش ومانا وصلوا مانا 600 700 متر لهنا في الصينية هذي ونحن حاجتنا باش وصلوا هنا لقدام فهمتني خاطر نحن تو السكان نزلت لقدام أنا فما يجي 50 ولا 60 ساكن لقدام كل بيت مكيف معناتها فما يجي يجيك ليوم أنا مش هز سلعة ولا حاجة شو صرك لك ثلاث سنين مش يعبس باش تقول شبيك حبست شو يقول لك أنا مش نخرج من الكاس مش اللي في الثنية عربي جيب رسالة لهنا ما تجيبش تنقلها تدها بكهرباء فهمتني 180 كهرباء شوف تعب بها 30 سلعة ومش تخرج تعب بها في قلفوسي ما تجيش ما توصلوا لنا بها غادي وحبسوا كي جينا نتكلموا قلت ما عندكم الحق حتى نقدوا كل 2700 متر انت هكذا هذي وهذا كيس مثلا مريق الكيس تعب بها ثنية هذيك العربي وكل حفره هذيك الكره تتسكر يجي اللي يجي يتكلموا يقول لك بر البلدي بر البلدي نقودوا كل جمعه عملوا فيها عرق ونسكروا في الثنايا ما عملنا فيها حتى الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.